أخبار اليوم. حب حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف النهاردة نسبة الإقبال. هو نسبة الإقبال مع حضرتك لسه تقريبا تكاد تكون ما تتجاوزش 2%. اللجنة عندي الأعضاء المفروض الناخبين 2352. نسبة الحضور ما تجاوزتش 200، يعني لو حسبناها تقريبا مش هتوصل 2%. ايه اكتر الفئات المشاركة؟ بالنسبة للسيدات الاعمار المتواجدة ممكن تكون معدية من الاربعينات لغاية الستين. حضرتك ملاحظ عزوف للشباب عن المشاركة؟ يكاد يكون مفيش شباب خالص، يعني مش خالص تقريبا. بالنسبه لو حسبناها ممكن لو جالي 200 صوت ممكن يكون في من واحد او اثنين. طب من وجهه نظر حضرتك سبب عزوف المواطنين عن المشاركه؟ او من وجهه نظري ان العمليه الانتخابيه كلها جاهزه، يعني الورق كويس، متستف كويس، الداخليه عامله شغل كويس، الجيش مامن كويس، الاوضه مش بيشرفوا ما فيش مشكله، اللجان المدارس فاضيه، العمليه الانتخابيه كلها تكاد تكون ما فيهاش من وجهه نظري ما فيهاش يعني في صعوبات كتير قوي كانت بتيجي قبل كده متهيالي دلوقتي ما بقتش موجوده. يعني ما فضلش غير ان الناخب ينزل. من وجهه نظري الناخب مش عايز ينزل لانه مش عارف المرشح نفسه ايه اللي هينزل. يعني معظم المرشحين الموجودين هنا من خلال الناخبين لما بيجوا بتايهين مش عارفين يختاروا مين. يعني من وجهه نظري الناس اللي بتبقى نازله ال 200 اللي جم عندي تقريبا كده نازلين مجرد واجب وطني، لكن مش عارفين هم هيعملوا ايه. يعني هم مش عارفين الناخب، لكن نازلين عشان يقولوا احنا نزلنا بدافع ان احنا بنحب الوطن بس. هل حدث عند حضرتك اي تجاوز من قبل الناخبين؟ لا، هو ما حصلش تجاوز. هو في بعض الاوراق اللي شفتها في اثناء الفرز لقيت واحد من الناخبين ما اختارش اي مرشح من المرشحين، وكان صدفه اليوم ده كان في اختيار المدرب الجديد للنادي الاهلي، فلقيته كاتب في الورقه انا مش عايز مرشح، الاهلي فوق الجميع. هو ده بس الملاحظه لاحظتها. يعني